تشارك 30 شركة بحرينية في أعمال معرض جايتكس الدولي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جناح مملكة البحرين المقام برعاية من صندوق العمل تمكين. نعم، واستعرضت الشركات البحرينية المشاركة أحدث التقنيات والتطبيقات المتطورة. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. انطلقت أعمال معرض جايتكس في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة جناح مملكة البحرين برعاية صندوق العمل تمكين لـ30 مؤسسة بحرينية ناشئة وصغيرة ومتوسطة متخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات تستعرض أحدث التطبيقات الذكية. الهدف من مشاركتنا طبعاً أن احنا نعطي فرص للشركات البحرينية تعرض منتجاتها وتعرض خدماتها للشركات الكبيرة وفرص لهم عشان يقدرون يحصلون على مثلاً بارتنرز أو يتعاملون معاهم ولأي صفقات تجارية. طبعاً الهدف الثاني نحن نشوف أحدث التكنولوجيا الموجودة في المنطقة شلون نقدر نستفيد منها. سنة معانا 30 مؤسسة ناشئة وصغيرة ومتوسطة في الجناحين لمملكة البحرين، جناح الإكزيبيترز وجناح الستارت أبس في نورث ستار. طبعاً هالسنة حبينا أن تكون مشاركتنا جداً متميزة، فاشتغلنا على براند جديد وديزاين ولوك اند فيل لجناح مملكة البحرين انه عشان نتميز فيه بين اكبر الشركات العالمية. تمكين وضعت بصمة محلية وعالمية خصوصا في دولة الامارات العربية لها اسم. شفت اليوم تمكين الشباب ما وصلوا اليه اليوم حقيقة فاق التوقع. لما أستمع للشباب البحريني، الشباب المنتج، الشباب الملهم، الشباب المعطي للبحرين ولنفسه. هذا وشهد جناح مملكة البحرين العديد من الابتكارات في مجال قطاع تقنية المعلومات التي تواكب التطورات العالمية وتسهم في تنمية القطاع الخاص وبناء قدرات الكوادر الوطنية التي تعزز من تنافسيتها في سوق العمل. هذا المحفل وهذا التواجد إلى الشركات البحرينية إلى القطاع الخاص والقطاع العام هو عبارة عن محطة تحول بالنسبة إلينا إلى البحرين، إلى المملكة بشكل عام، وعبارة عن إشارة إلى الازدهار الحاصل اليوم في مجال التحول الرقمي، وأخص بالذكر بعض القطاعات مثل التجارة الإلكترونية والرقمية في مجال تكنولوجيا الأموال، في مجال الاتصالات وباقي القطاعات. مشاركة معهد البحرين دراسات مصرفية والمالية هاي السنة في معرض جايتكس له هدفين. الهدف الأول احنا نحاول ننبذ البرامج التدريبية اللي يقوم بها المعهد إلى المستوى العالمي، وخصوصا احنا ندرب في 64 دولة. الهدف الثاني لأننا بنستقطب خبرات معينة اللي حاليا مو موجودة عندنا في على النطاق المحلي، منها تقنيات الميتافيرس، الـNFTs. تسهم تمكين في الدعم المتواصل للمشاركة البحرينية في جايتكس وتوفر فرصا أمام رواد الأعمال البحرينيين للتواصل الفعال بشكل مباشر مع العملاء، إضافة إلى عقد العديد من الصفقات التجارية التي تعزز من تبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف دول العالم. حضور مميز للجناح البحريني يستعرض أبرز الإنجازات والنجاحات في قطاع التقنية. لتلفزيون مملكة البحرين، دانا بشيتي، دبي.